العاصمة السعودية الرياض عاشت أيام مهرجان ميدل بيست، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية. قسمت فعالياته على 5 مسارح، وجمع ذلك المهرجان الضخم العشرات من الفنانين والمؤثرين والمؤثرات. بعد أن انقشع غبار المهرجان الضخم، ظهرت فيديوهات لمؤثرات على مواقع التواصل تحدثنا عن حالات تحرش خلال المهرجان. دعونا نتابع هذا الفيديو. يوم جت الساعة 8 بدت الناس اللهم نسألك العافية. أنا ما استانست نهائيا، لأني أمشي وأبقس أمشي وأبقس، قسم بالله تعبت تعبنا، وحنا نمشي نضربكم ما في فايدة، حرام عليكم، قسم بالله تربية أهلكم راحت على الفاضي. المهم يا بنات، ما أنصح أحد أي وحدة تروح، لأنها راح تشوف شيء بحياتها ما شافته بحياتها. وأنا أعتذر عن السعودية، ما راح أحضر فيها ولا شيء. أحضر برا السعودية، ناس محترمة، ناس متفتحة من أول. هذا الفيديو كان عليه ردود فعل. دعونا نقرأ تدوينة سارة. سارة تقول لها: لو إنك جالسة ببيتك ومتحشمة ما حد داس لك على طرف. مدون آخر اسمه أماكن الرياض: اللي فاهم التفتح زي كذا، وين ضميرك؟ وين التربية؟ كلمة رجل حرام تنقال عليك للأسف. هناك فيديو آخر انتشر أيضا لسيدة قال المغردون إنها أمريكية حضرت المهرجان، وتحدثت أيضا عن حالات تحرش جنسي حدثت في الحفلات. المهرجان كان جيدا، مساحة كبيرة، أحببت الإبداع والتصميم الفني للمهرجان، ولكن كرهت الحضور. مستوى التحرش الجنسي في الحفلة كان لا يصدق، لا يوجد مبرر لماذا عندما أرقص فقط دون أي شيء يدعو للإغواء، لأن هناك موسيقى وهذا ما يفعله الناس في الحفلات. لم أستطع الاستمرار بالرقص دون أن يقاطعني أو يتحرش بأحدهم. ولكن مشاهدين الآراء لم تكن كلها بنفس الاتجاه، فهناك من نفين حدوث تحرش من الأساس. إحدى مشاهير السوشيال ميديا ألقت باللائمة على بنات جنسها، تقول إن الفتيات قد تكن هن السبب وراء حالات التحرش الجنسي التي حدثت في مهرجان ميدل بيست. دعونا نظهر لكم هذا الفيديو. اللي جنن كله تلصق وتحرش وقرف. من نظري يعني من تجربتي يوم رحت، ولا حد تحرش فيني، ما صار ولا أي شيء، بالعكس مرة انبسطت. أنا أحس اللي تبغى حد يتحرش فيها هي اللي بيتحرشون فيها، مو أحد ثاني. يعني في ناس خلقة قليلة الحياة تبغى يعني ذا السوالف، بس اللي محترم نفسه الناس بتحترمه. هناك أيضا جاءت تعليقات على هذا الفيديو. من يسمي نفسه مسمار، يبدو أنه يكتب أيضا بسمار أو مسمار لها، يقول: أكيد ما حد حيتحرش فيها، وهي في الفي آي بي، خليها تحضر في أماكن التذاكر العادية وأتحداها تقول ما حد يتحرش فيني. أما بطاطا، وهذا اسم المغردة، رايحة بدعوة رسمية للترويج وعندها حماية وقسم في آي بي تبرر المتحرش ضد بنات جنسها عشانها بس ما تعرضت له، زي اللي يقول ما في فقر لأنه غني. لكن مشاهدينا، من الملام، المتحرش أم الضحية؟ هذه الجدلية كانت موجودة في الآراء المنقسمة حول حدوث تحرش جنسي أو لا. هناك من الشباب من ساند من أيد فكرة أن طريقة لباس الفتيات قد تكون سببا وراء حدوث التحرش. نستمع إلى هذا الرأي. العباية وترقص تقول لحد يتحرش فيني، ما شاء الله، هذه جديدة جديدة. تشيل العباية وتقول شيل يدك، ما بيشيل يده دام العباية معلقة في السيارة ورا. مشاهدينا، معنا عبر سكايب من الرياض المصممة والإعلامية أميرة ناصر الخالدي. مرحبا بك سيدة أميرة ناصر الخالدي. لو كنت معي. هلا حبيبتي، أهلا وسهلا بك. يعني ما رأيك في الفيديوهات التي شاهدتيها؟ هناك حالة انقسام، هناك من يقول فعل حدث تحرش، وهناك من يقول لا. نعم حدث، وأنا نزلت في تويتر، نزلت التحرشات اللي حدثت، نزلتها في تويتر وفي حسابي، نزلتها في حسابي. لا، بس سبب التحرش لأنه لبس البنات غير محتشم. لو إنهم محتشمات ورايحات المكان هذا ما صار تحرش. لو زي البوليفارد، البوليفارد حصل عندنا
تطور وكل شيء لكن ما حصل تحرش. ولكن يعني سيدة أميرة، مسألة الاحتشام واللبس، يعني هن أو من يذهب يذهبون إلى حفلات في مرحلة السعودية تسميها مرحلة التغيير، مرحلة الانفتاح، مرحلة إصلاحات. يعني اللباس الغربي، اللباس الذي متبع في دول أخرى قد يكون جديدا مثلا على السعوديين، وبالتالي تلام المرأة أنه يجب يعني أن يتحرش بها فقط لأنها لبست لباسا قد لا يعجب أو يثير غرائز الذين حولها. أكيد الرجال مهما كانوا أو لابسها اللباس هذا كده بيتحرش فيها، طالعة جميع المفاتن حقها جميعها طالعة، وخاصة العبايات جميعها راحن في عبايات وخلعن عباياتهم. عباياتهم في المساجد وفي المصليات موجودة، المصليات الموجودة داخل البست مليانة عبايات، يعني أهلهم ما يعرفون عن الموضوع هذا نهائيا. فأنا أنصح الآباء والأمهات أنه ينتبهوا لعيالهم، لأنه إحنا مرحلة التطور والتطور حبة. ولكن يعني أيضا مرة أخرى سيدة أميرة، يعني هل هو معروف مثلا في المهرجانات الأخرى أو الحفلات الأخرى التي لا تحدث في السعودية تحديدا، يعني هل نحن نعرف إذا كان هناك تحرش أم لا؟ ما أثار هذا الأمر هو أنه بعض المؤثرات ذهبنا وبعضهن قال أنه تحرشوا بهن وبعضهن قالوا لا، فيعني قد لا يكون أمرا عاما. اللي قال لا هو جالس بالفي آي بي أكيد ما رح يجي تحرش، جالسة في في آي بي وكل شيء يتقدم لعندك حتى الأكل والشرب. أما إذا أنت بالقسم العادي بيتحرشون بيك وبيحدث أشياء، يعني أنا وصلت عند الباب شفت الأشياء اللي برا رجعت ما قدرت أدخل. طيب سيدة أميرة، يعني هل هناك تبليغ من قبل يعني تبليغ للسلطات مثلا أو توضيح أن هناك حالة من التحرش إذا كانت بهم الكفافة بحيث لا تستطيع امرأة الذهاب وأنت أنا على ما يبدو تلبسين العباءة أو محجبة على الأقل؟ هذا تشويه للذوق العام ويجب أن يتحاسب، هذا اللي أنا أطالب فيه، يعني عشان دولتنا تعلى وتعلى أكثر وأكثر اسمها. أوكي تطورنا ووصلنا لحد، لكن في شيء في احترام، مو المرحلة أني أنا أوصل تحرش وتويتر وضاجة الدنيا كلها في حقة البست هذه اللي حدثت. يعني وبي عندك بكرة راس السنة بتصير في البست، يعني أتمنى أنه ما يحدث اللي حدث قبل. المصممة والإعلامية أميرة ناصر الخالدي، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في برنامج ترندينج.